بالفعل كانت مباراة ممتازة. إذا لم نكن سيئين في الشوط الأول، عانينا في الخمسة عشر دقيقة مثل ما هو الحال في على هذا الملعب في كل مرة، وكنا بطيئين بعض الشيء والملعب لا يساعد على ذلك، ولم نتفوق في الصراعات الثنائية. وفي الشوط الثاني عدنا بقوة، وحتى في نهاية الشوط الأول كنا أفضل. إذا ولكن الأمر ليس سهلا، وأضعنا فرصا ثمينة جدا، كان على الأقل بإمكان تسجيل أهداف.